السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن سنقوم بشرح سلسلة من التمارين المتعلقة بمبادرة طاليس، طبعا مقتطفات من امتحانات محلي. كالعادة جاوبوا على تمارين قبل ما تشوفوا الفيديو على بركة الله. نيابة عين سبع الحي المحمدي سنة 2015، واحد الشكل مثلث اف جي ثم ام وال، حيث او اف كتساوي ليا 4، يعني من او حتى الاف عندي 4، من او جي اذا في نهايه او جي هي حتى هي 6، عندنا او ام كتساوي 2 ثم او ال كتساوي 3. براهين ان اف جي توازي ام ال، باش نبينوا ان التوازي ملي كيعطيك براهين ان التوازي كيمشي عقلك ديريكت لمبرهنات طاليس العكسيه. اذا العكسية إذا خاصك تبدأ بالعلاقة، ومنها إلى لقيتي التساوي عاد كتقول أنهما متوازيان. باش نبين التوازي كنفكر كما قلنا بمبرهن طاليس العكسية، أنا هدير نبدا بالدال الأصغر مقسوم على الدال الأكبر مثلا، أو نبدا بالدال الأكبر مقسوم على الدال الأصغر، غير المهم نحط الترتيب. إذا مثلا الدال الأصغر عندي هنا هو أو إف، إذا نحسب أو إف في هاد الجهة مقسوم على أو إف على أو إف. إذا أو إم شحال عندي؟ عندي 2، أو إف شحال عندي؟ عندي 4، إذا 2 على 4 تساوي 1 على 2 تساوي 0.5. واخا إذا الآن ملي حسبنا هاد الجهة نمشيو لهاد الجهة تاني، ناخذ الدال الأصغر مقسوم على الدال الأكبر، إذا غنحسب أو إن على أو جي. لاحظوا أو إن على أو جي، إذا أو إن عندي هنايا أو إن 3، او او جي عندي 6، الى اختزلتها كتعطي 1 على 2 كتعطي 0. وبما ان لاحظوا وبما ان كما نلاحظ هنا ان او على ام كان او ام عفوا على او اف كتساوي ليا او ام على او جي، اذا هنا كاينه تساوي كما نلاحظ. وحسب مبرهنة طاليس العكسية، طبعا انتما كتكتبوا الكلمة كلها، إذا بما أن هادو متساويان فبالضرورة إذا المستقيم ام ان توازي المستقيم اف جي. إذا لاحظوا كيما بغيتوا، إذا إلا جيتي أنت بديتي كتحسب بالكبير او جي على او ان غتخرج لك 4 على 2 غتخرج لك 2، كذلك غتخرج لك 6 على 3 حيت تبدا بـ او جي مقسم على او ان، وكتلقى نفس النتيجة وهذا هي مبرهنة طاليس العكسية. إذا لاحظوا هنايا قال لك احسب ام ان، اذا بغاوك الطول ديال هذا الضرب علما ان اف جي كتساوي 8، علما ان هنا 8، بغاو منا الطول ديال ام ان. اذا ما نساوش ان مبرهنة طاليس العكسية لا تحتكر فقط على هنا وفي هذه الاطراف ديال الاضلاع المثلث، بل يمكن لها توصل حتى انه يساوي ام ان على اف جي. اذا باش نحسبوا هذه لاحظوا جيدا، بما اننا برهنا في السؤال الاول، لاحظوا خاصك تبين لي قبل ما تهضر على مبرهنة طاليس مباشرة تبين لي ان هناك توازي، فتقول لي لدينا حسب نتيجة السؤال واحد، يعني اللي خرجنا في اللي فات، ام ان توازي اف اف جي، متفقين؟ اذا بما انه عندي توازي ولدينا المثلث او جي اف، اذا خصك تعطي كلشي المعطيات اللي كاينين، عندي مثلث او جي اف وعندي اف جي كتساوي كتوازن ام ان، وحسب مبرهنة دابا ملي كيقلبوا على الطرح ديال شي ضرب عند طاليس المباشرة، مبرهنة طاليس المباشرة ماذا تقول؟ طاليس مباشرة تقول أن مثلا أو إن على أو جي تساوي أو إم على أو إف تساوي إم إن على إف جي. إذا أنا لاحظوا إم إن على إف جي، لاحظوا إم إن على إف جي، إذا وكنختار واحد فيهم، إما نختار هذا كيساوي على هذا كله أو هذا على هذا كله اللي بغيت. إذا أنا غنختار مثلا أو إم على أو إف، واحد فيهم الله يجعل البركة يساوي أو إم على أو إف. إذا لاحظوا احترمت الترتيب، الدال الأصغر على الدال الأكبر، الدال الأصغر على الدال الأكبر كله، مزيان. إذا بما أنه عندنا هنايا ماذا نبحث؟
نبحث نحن عن ام ال. مزيان، اذا ام ال هو المجهول، عندي القيمه ديال او ام، عندي القيمه ديال او اف، عندي القيمه ديال اف جي. اذا كتشبه هي المعادله ديال جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. لاحظوا، اذا جداء الطرفين، اذا هادشي قريته في الاعداد الجذريه، ان ام ال مضروبه في او اف، هذا في هذا كيساوي او ام مضروبه في اف جي. واضح؟ اذا انا ابحث عن ام ال، اذا ام ال، اذا هنا عندنا ضرب، غتمشي لهاد الشيء غادي تولي قسمه، اذا غادي تولي او ام مضروبه في اف جي على او اف. مزيان، اذا على او ام، او ام شحال قلنا او ام كتساوي 2، عندنا اف جي، اذا اف جي 8، او اف 4، اذا 8 في 2 16، اذا 16 على 4 كتساوي لي 4. اذا هنا راه باينه، كنلاحظوا ان 4 مقسوم على 8 حتى هي كتعطينا 1 على 2 كتعطي 0 ونص. اذا هنا يمكن نتاكد ان النتيجه صحيحه. نتمنى انكم تكونوا استفدتم معنا مزيان. نلتقي الى تمرين اخر بالنيابه اخرى. إذا الآن نيابة فاس 2014، انتبهوا جيدا. إذا لدينا مثلث ABC، عطاونا أن EG توازي BC، هادو عطاوهم لينا أن EG إذا توازي BC، إذا هادو مستقيمين معطيين أنهم توازيين، شفتوهم مزيان؟ إذا عطاونا عدة معطيات، أن AB كتساوي 15 من هنا حتى لهنا 15، AG كتساوي 12 من هنا حتى هنا 12، ثم AE 10، إذا AE هنا 10، ثم AK 8، AK 8. جيد، إذا السؤال الأول، أحسب AC، إذا أحسب AC، كيفاش هادي نحسبو AC؟ مزيان، إذا AC من هنا حتى هنا، هاكا. إذا باش نحسبو أصل، لاحظوا متى نستعمل مبالغة طاليس العكسية؟ هو عندما نريد أن نبرهن على التوازي، ومتى نستعمل مبالغة طاليس مباشرة؟ لحساب مسافة معينة. إذا ملي عطاونا هما أحسب أصل، إذا عقلي كيخدم كيقول لك هناك طاليس المباشرة. مزيان، إذا باش ندير طاليس مباشر، أول حاجة خص تبين لي أشنو المثلث اعتبرته، بما أنه مبغول المسافة من هنا حتى لهنا، أنا غنعتبر مثلث ABC. لاحظوا، إذا السؤال الأول، لنعتبر المثلث ABC، واش كلشي كيشوف مزيان؟ مزيان، لدينا EG توازي BC، إذا عندنا EG توازي BC، عندنا هذا المستقيم كيوازي، إذا EG ها هو بالأحمر كيوازي BC، إذا وحسب مبرهنة طاليس المباشر، إذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة أش كتقول لي؟ كتقول لي أن الضلع الأصغر على الضلع الأكبر يوازي يساوي الضلع الأصغر هنا على الضلع الأكبر، إذا يمكن لي نبدا كذلك بالأصغر على الأكبر اللي بغيت. إذا أنا مثلا نعتبر أنه AB على AE، إذا لاحظوا AB على AE، هاهي AB على AE، حيت AB عطوها لينا AE عطوها لينا، تساوي AC على AG، تساوي AC على AG. مزيان، ماذا نبحث هنا؟ نبحث عن AC، إذا كنقلب على هذا AC، هذا AB عندي، AE عندي، AG عندي. إذا ملي كيكون عندي هكا وكتلف كيفاش تعزله وتخرج الآخرين، كتمشي تفكر في جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، أي أن جداء، لاحظوا، إذا لاحظوا AB في AG، AB في AG، هذا في هذا كيساوي AC في AE، AC في AE، AC في AE. مزيان، إذا ماذا أبحث هنا؟ عن AC، ها هو AC نخليه بلاصتو، ثم AE كندي لهاد الجهة كيولي قسمة، إذا AB مضروبة في AG على
اي كاين اللي يمكن ليه بالهنا مباشره يوصل لهذه النتيجه بلا ما يدوز في هذه. اذا كل واحد حسب المهارات ديالو. اذا بما انا اصيل افتح في الماط نبداو بالفرنسيه. اذا انا صدقات لي اصيل حطيتها هنا. اذا حنا عارفين اذا كانت 2 تساوي 1 زائد 1 ف 1 زائد 1 يساوي 2. اذا انا اصي هذه الجبال هنا وهدي ابي في اجي على اي والو ما درت والو غير بدلت هكا واضح مزيان. اذا ابي شحال عطاوني؟ اذا نبحث عن ابي هي 15، اجي هي 12، اي هي 10. اذا هنايا كنلاحظوا انه عندي 12 في 15 على 10. اذا 12 في 15 اذا نعم اذا هذه تكون 180 على 10. اذا 180 على 10 اذا كتعطيني 810. وبالتالي لقيت ان اسي اللي كنقلب عليها اسي كتساوي ليا 18. اذا من بعد يمكن لك تاكد نتايا وتشوف واش 18 على 12 واش كتساوي مثلا 15 على 10 مزيان. اذا هنايا نتمنى ان هذه يكون واضح. اذا هنا السؤال 2 ألف احسب وقارن نسبتين اك على اج واي على اب. هما بغاو يعرفوا ان اك على اج واي على اب مزيان. اذا خاصنا نحسبوا اك شحال خرجت ليا في اك. لاحظوا اذا اك على اج مزيان شحال هي اك؟ اك اذا هي 8 و اجي عندي 12. اذا يمكن لينا نختزلوها 8 على 12. اذا بكل بساطه كتعطي 8 على 2 4 12 على 2 6. كذلك يمكن نختزل على 2 مرات اخرى كتعطيني 2 على 3 وكان يمكن نختزل من الاول على 4 على اي اك على اجي ثم اي على ابي. اي شحال عندي في اي؟ 10 على اب 15. اذا هادو اسئله سهله جدا. اذا مقسومه كنختزل على 5. اذا هنايا 10 مقسومه على 5 2 15 مقسومه على 5 3. اذا كنلاحظوا انه غير بالعين المجرده كتبان لي ان اك على اجي كتساوي اي على اب. مثلا استنتج ان ايكا توازي جي بي. ايكا توازي جي بي. ها ايكا ها جي بي. باش نستنتجوا ان هادو كيتوازن اذا بنبرهن على التوازي مبرهنه الطاليس العكسيه. اذا نعتبر المثلث. لاحظوا شنو المثلث راه طابل ا بي جي باش ما تخربوش. ها هو ا بي جي. نعتبر المثلث ا بي جي ولدينا حسب نتيجه السؤال اللي فات ا ك على ا جي تساوي ا اي على ا بي. وحسب مبرهنة الطاليس العكسية كلشي هادشي كتخصك تذكرو. وحسب مبرهنة الطاليس العكسية فإن بكل بساطة هاد المستقيمان متوازيان أن إيكا توازي جي بي. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم على مزيان. ما تنساوش تتابعونا في القنوات ديالنا. كذلك هناك تمرين آخر للبحث سهل جدا. إذا نتمنوا أنكم تخرجوا بوحدتكم. على إذا إلى لقاء مرة أخرى إن شاء الله.